حب المغامرة؟ هاي مغامرة هاي؟ هاي مصارعة؟ كله بيهون قدام اني حقق ذاتي. اخ بس والله صعبة، يعني مو سهلة ابدا انه الواحد يدق على باب ناس ما بيعرفون ويفرض عليهم يشتروا شغلة بدون ما يخمن ردة فعلهم. بالعكس يا نادية بالعكس، هذا هو الامتحان الحقيقي، وهالشغلة هي بتناسبك لك كتير كتير بتناسبك، لأنه من أهم عناصر مندوب التسويق أنه يكون عالم بالنفس البشرية لحتى يقدر يتعامل مع النماذج الغريبة العجيبة اللي بيصادفها. معك حق، بس كمان هي شغلة دق مين افتاح، يعني شغلة ما عم بقدر استوعبها أبدا، لأنه هاي هي طريقة من باب لباب. But there is another way، وهاي الطريقة بتناسبك خالته كتير، حتى أنهم عم يستخدموها عنا بالشركة لتسويق برنامج كمبيوتر جديد. شو هي؟ يا ستي الاتصال بالعميل والاتفاق معه على موعد مسبق، بعدين بتتم عملية التسويق، وبهالحالة بيعرف المندوب لوين رايح ومين بده يقابل. مزبوط، وبهيك حالة ما بيتم الاختيار بشكل عشوائي، لا بيختاروا شخصيات معروفة وإلى مكانتها بالمجتمع. برافو خالته، شلون عرفتي؟ أكيد ما رح تتم الاتصالات بشكل عشوائي، ما دام الموضوع له علاقة بالكمبيوتر فأكيد رح يتصلوا بالنخبة. يا عيني عليكي. إيه ها خالتي، تروحي بكره معي على الشركة؟ ليش؟ لأنه عم يدوروا على وحدة بكفاءتك. الله يسامحك يا رامي، يعني كثير عجبك وضع عمك برهوم، بدل ما تعرض الشغل عليه بتقوم تعرضه على نادية اللي ما لها بحاجة شغل؟ ومين قال إنه أنا ماني بحاجة لشغل؟ بالعكس، هاي الشغلة بتفيدني إني أقدر أكمل بحثي. معلش شادو معلش، كل واحد بياكل نصيبه من هالدنيا. لا يا برهوم لا تزعل، أنا وياك بنشتغل سوا. عن جد عم تحكي؟ شكرا لك. لا تشكرني برهوم، بالعكس انا بحاجه لواحد مثلك يروح معي، احسن ما افوت على بيت ناس اغراب لحالي، بس المظهر لازم يكون لائق. الو مرحبا، كيفك فتوني؟ اهلين حبيبة قلبي، بلاقي عندك شي بدلة قديمة لمالك ما بده اياها؟ ايه غير هديك اللي اخذناها. ان شاء الله بتوبشي قلبي شو مزوع. ايه روحي، الله معك، مع السلامة. هاي المظهر تأمن. بس بدكم تخضعوا لدورة تدريبية. ايه نحن يلي منخضع. هو انا كمان جاي على بالي طلع مصروفي لحتى اغطي مصاريف الجامعة. ايه خدي اذن ابوك وامك بالقبل. مجدة ونجيب. هيك بعتقد. ايه بسيطة، تيتا بتقنعهم. أنا؟ وليش بقى؟ ايه تيتا إلك سيطرة عليهم. أنا؟ ايه مو بس عليهم، على الكل. تيتا الله يخليكي تقبريني، مشاني مو بتحبيني وأنا بحبك؟ الله يخليكي تيتا مشاني. ايه خلاص خلاص، أنا ببقى بتصل فيهم وبقنعهم.